الطلاب طبعا هيبدأوا كمان اعتبارا من الاثنين المقبل في تسجيل رغباتهم بالتنسيق بالجامعات، وده اللي أعلنته وزارة التعليم العالي. وقالت كمان مصادر أن الحد الأدنى لبداية المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية هتتراوح ما بين 97.1% وحتى 91.9%. وقالت مصادر كمان أحد الحد الأدنى للقبول في الشعبة العلمية في كليات الطب هيتراوح ما بين 97.1% و 97.3%، وطب أسنان هتكون ما بين 97% والصيدلة 95.8% والهندسة 91.4%. كل دي طبعا مجرد توقعات.